أكثر أسئلتكم على السليم شوت العصير والحبة الوردية والزرقاء. أنا نفسكم متوهقة، خلصت الكورس مالي مال الحبوب ما في سولد أوت، مخلصين. فالحين قاعدة استخدم صار لي تقريبا 3 أسابيع بس السليم شوت، وايد نافعني، وايد وايد قاعد يضعفني، وحيل حيل استفدت منهم صراحة. وقلت لكم أنا ما أحب إلا نوعين، هم 4 أنواع، أنا بس أخذ نوعين، الأناناس والتين، وايد حلو. العلبة فيها 7 عصاير، ما تخلطونهم مع ولا شيء، تشربونهم على الريج أول ما يأذن، بالنسبة حق رمضان أول ما يأذن شربوا عصير واحد إنزين، وحوسوا شوية على ما يصير ربع ساعة 20 دقيقة بعدين أكلوا. بالنسبة حق طعم الأناناس، الأناناس يحرق منطقة البطن والخواصر وينزل الماي الزايد، مو الماي الطبيعي اللي في الجسم، لا، إذا في ماي زايد هذا راح ينزل يخلي الماي في الجسم طبيعي. ثاني شغلة التين يحرق الدهون المخزنة والسكريات، يعني في سكريات تتحول إلى دهون ثلاثية فهو يحرقها هذه، عرفتوا؟ وكلهم فيهم الديتوكس اللي هو الديتوكس اللي يشيل السموم من الجسم، فكذا فايدة له، أنا وايد نفعني صراحة. والناس ميتين عليه لأن جد هذا يدورون أدواره من زمان. وبالنسبة حق الحبوب الزرقاء والوردية والله سولد أوت، أول ما يرجعون أنا أول واحدة باخذ لي 20 وحدة، 20 علبة، لأن توهقت، خلصت الكورس مالي ومو لاقية.